لو حبيبي طاوعني ويسمع كلامي حسبي I'm gonna make it.
المستمعين والحاضرين السلام عليكم. عودت دائما نفسي على أن بعد ما أخلص من هذا الغناء ألقي قصيدة وأرجو المعذرة. يقول: يا من وعدني وسبب لي نكد واخلف وعوده وضيع ما سلف، من يوعد الناس يوفي بالوعد لا يوعد وتاليتها يختلف. الناس يحكون مهما تبتعد وتشط شطات وتهز الكتف، لا تحسب الوقت ملكك للأبد، للوقت ميعاد عند أهل الوصف. غنيت لك راي واحد لا عدد ولقيت عشرات من أجلك تصف، جيتك إلى الدار لاقيتك تشد تنوي السفر ما علمت أنك تلف. وعطيتني وعد لا يعلم أحد وقسمت لي بالأمانة والشرف، وخلفت وعدك وغادرت البلد في شلة اللي يحبون الصلف. خليتني طول ليلي أرتعد خوفي يضروك وامرك ينكشف، لو ينطق الباب من أجلي شهد حارس على الدار لليل انتصف. يا خوف قلبي عليك من الحسد وأهل المصالح وأصحاب الترف، يرموك في بحر معلول الجسد وتعود ندمان وحمولك يخف، إن كان غروك وعطوك النقد الناس بالطيب ما هي بالكلف. النقد معروف يدخل في الكبد ويفرق أحباب من أجل الصدف، وإن كان عندك لتعذيبي قصد وتبيع من كان لك أول ولف، ما بات ندم ولا بحمل حقد صافي السريرة ولا بفتح ملف، عندي ضمانات لله الحمد هذه حقيقة ولازم أعترف. بابادر الوقت بالماء والبرد من قبل ما ينفتح باب الأسف، وإن كنت عن طيب خاطر مستعد وتشوف شوفات والمكسب ألف، الألف لفاف يا كم قد حصد روس الصناديد خلاهم عزف. وهذه قصيدة قلتها على عجل ولا تقريبا لا تتجاوز ساعة أو ساعتين، قلتها في العريس ووالده والأسرة هذه الكريمة. يقول: اليوم ليلة بشرتنا بالأمان وفراحها عمت على كل البرية، اليوم ليلة بشرتنا بالأمان وفراحها عمت على كل البرية، فاضت مشاعر مجد أهل المعاني، فاضت مشاعر مجد أهل المعاني، أهل الأصول الوافية والنومسية أهل الكرم، يشهد لكم قاصي وداني أولاد عنس الأصل من ركنة قوية. فاضت مشاعر مجد أهل المعاني أهل الأصول الوافية والنومسية أهل الكرم، يشهد لكم قاصي وداني أولاد عنس الأصل من ركنة قوية. وافتحت باب الشعر والمولى هداني في مدحكم بالوفا من خلصنية، في مدحكم أن قلت لا يعجز لساني يا أهل القلوب الصافية دوم هنية، في مدحكم وفيت قد عندي البيان من صفحة التاريخ والكلمة الوفية. يا أبو حسن بازف لك أجمل تهاني، يا ابو حسن بازف لك اجمل تهاني، يا صاحب المعروف والسيره الرضيه، يا رب يجعل داركم خير واماني ويبارك الله في الايادي الابيه، هذا حسن قد فاز واجتاز المحاني، هذا حسن قد فاز واجتاز المحاني، شل الجواهر من مخازنها النقيه. طبع الاسد، طبع الاسد انجز أن قد يحزيها التماني، طبع الأسد أن قد يحزيها التماني، يا أبو حسن وانت لها أن دارت عكية، طبع الأسد أن قد يحزيها التماني، يا أبو حسن وانت لها أن دارت عكية، وشكرا. Thank you.
وطاني المولى عطاني ذهب صعب يرجع Yeah.
Thank you.
I'm
Oh,
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Oh,
I'm
I'm gonna make it.
I'm gonna make it.
Thank you.
Yeah.
الشمال.
Yeah.